بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو نقول لكم ماذا يوجد في الريف المصري. طبعا احنا دلوقتي في الريف، وهنقول لكم ماذا يوجد في الريف المصري. طبعا هنشرح لكم بالتفاصيل إن شاء الله في هذا الفيديو. قبل بداية هذا الفيديو لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة بنوجد الأبقار والنخل وهذه الحاجات الجميلة، تمام. وبنوجد النخل اللي شايفين حضراتكم ده، والبرسيم. البرسيم ده بنزرعه مهم جدا عشان خاطر تاكل منه الأبقار وكده، تمام. زي ما شايفين وبنوجد فيها أشجار كثيرة جدا، مثل بصوا شجرة الدوم اهي. طبعا عارفين الدوم ده، الناس اللي متعرفش الدوم تكتب على جوجل. وفي حاجات كثيرة جدا في الطبيعة. طبعا ده الريف المصري وشكله الجميل والرائع، حاجة يعني في قمة الجمال. فيها شجرة جواف، فيها حاجات كثيرة جدا، بس ده على أول الغيط، على أول الشجر يعني. وحاجات جدا جميلة وحاجات رائعة جدا تفرح، بسم الله ما شاء الله. ويعني فيها حاجات كثيرة جدا، فيها أشجار دي مثل شجر القتلة، وفيها حاجات كثيرة جدا بيستفيد منها الريف. بس برضو فيها مهما كان فيها حاجات مميزة، بيبقى برضو فيها عيوب وحشة. يعني أي حاجة ما يقولكش إن فيها. وهذه الشجرة بصوا مش عارف اسمها ايه بصراحة، بس الشجرة دي بيستعملوها الإنسان. بصوا الشجرة دي ايه، مش عارف اسمها ايه بالظبط، بيستعملوها برضو بس مش عارف اسمها ايه. وفي حاجات كثيرة جدا مهمة ومفيدة وليها أسامي يعني. وبس كده هنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.